وللمزيد حول تداعيات تفشي فيروس كورونا في إيران وتزايد عدد الوفيات يوميا جراء الوباء في ظل رفض الحكومة في طهران استقبال المساعدات الدولية على الرغم من ضعف الإمكانيات الطبية في البلاد، حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المدحجي. مرحبا بك معنا سيد محمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. 52 ألف مواطن مصابون بفيروس كورونا في إيران، العدد يتزايد كما تقول الأخبار، كيف يمكن تقييم محاولات حكومة روحاني في مكافحة هذا الوباء؟ يعني حتى اللحظة حكومة حسن روحاني رفضت إجراءات الحجر الصحي في المدن الكبرى خاصة طهران ومدينة قم المصدر الرئيسي للكورونا في إيران، ويبدو أن النظام الإيراني لا يريد أن يضع حدا إلى تفشي كورونا في إيران حتى يضع الشعب تحت الضغط ويغطي على سوء إدارة البلاد من خلال وضع الشعب تحت ضغط كورونا. هذه نقطة. النقطة الثانية، النظام الإيراني يستغل ظاهرة كورونا لتصدير هذا الفيروس إلى دول في المنطقة تستضيف القواعد الأمريكية، وأيضا تضع الدول الأخرى المعارضة لسياسات إيران في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات أيضا تحت الضغط. والفائدة الثالثة التي تراها طهران في فيروس كورونا، كما صرح آية الله جوادي آملي في التلفزيون الإيراني الذي قال فيروس كورونا هو أحد أوجه رحمة الله المطلقة وخير هذا الفيروس أكثر بكثير من شره، هذا جاء على لسان مرجع. نعم. طيب. التشكيل الكبير. نعود للإشارات الحكومية أستاذ محمد لو سمحت. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعلن أن عمليات السفر والخروج من المدن ستمنع. السؤال الآن، لماذا تأخر هذا الإجراء على الرغم من أن الصين على سبيل المثال طبقته من أول يوم لتفشي الوباء وتطبقه دول العالم بصفة عامة ونصحت به منظمة الصحة العالمية؟ هل هو ضعف في تقدير الموقف أم استهانة بأرواح الإيرانيين؟ لا، هو بالأكثر استمرار لسياسة إيران، وهي الفائدة الثالثة التي أردت أن أشير إليها، ألا وهي وضع النظام الدولي تحت الضغط، وأصبح الشعب الإيراني رهينة بيد النظام المجرم الإيراني، ويقول بأن هذه الحالة سببها العقوبات التي فرضت على النظام الإيراني. هذه الفائدة الثالثة. والنقطة الأخرى التي لفتت انتباهي هو طرد منظمة أطباء بدون حدود من إيران، لأنه إيران تخاف من هؤلاء المختصين يكشفون سوء إدارة الأزمة والتلاعب الإيراني بأرواح الإيرانيين، النظام الإيراني بأرواح المواطنين، ولهذا السبب تم طردهم. وحتى الآن النظام الإيراني يكذب، لا يوجد هناك منع التنقل في إيران، المواطنون يتنقلون بحرية، وفقط هناك سيطرات يسألون المواطن إلى أين ذاهب، وبعدها يسمحون له أن يذهب باتجاه الذي يشاء. فالموضوع هو يجب أن نلاحظه من هذه الزاوية، أنه إيران ترى في ظاهرة كورونا نعمة لها، نعمة مطلقة من الله، هذا ما قاله المرجع الشيعي، وكذلك قاله فناهيان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون المذهبية الذي قال فيروس كورونا يمهد لظهور صاحب الزمان الإمام المهدي الذي يزعم الشيعة بأنه غاب عن الأنظار منذ 1200 سنة. طيب أستاذ محمد، يعني إذا كان الأمر كذلك، لماذا تخفي إيران الأرقام الحقيقية للمصابين وللوفيات؟ حتى تقول بأنها أدارت الأزمة بشكل جيد على مستوى إدارة الدول الأخرى العظمى خاصة الصين وإيطاليا، دوما إيران تحاول أعداد المصابين والضحايا تعلنهم بشكل تكون أقل من الدول الكبرى أو بالقرب منها مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة. السبب في التلاعب في الأعداد هو تقليل حدة الانتقادات ضد النظام الإيراني والتصوير بأن النظام الإيراني قد نجح في السيطرة على ظاهرة كورونا في البلاد. طيب نعود إلى موضوع التعتيم، أو نبقى في هذا الموضوع في الحقيقة، وهو قضية مهمة يشمل قيادات بارزة في دوائر الحكم في إيران.
كيف يمكن أن نفهم إصابة عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي وحفيد خامنئي وغيره من المستشارين أيضا الذين أصيبوا دون الإعلان عن إصابة قيادات كبيرة في النظام؟ يعني لما تتفشى الظاهرة هناك حدود للسيطرة عليها، ولا يمكن فرض سيطرة مطلقة على البيروت. النظام الإيراني سمح للبيروت بأن ينتشر إلى حدود معينة في البلاد حيث يصبح آلة ضغط على الشعب. وفي هذه يعني الأثناء أصيب بعض قادة النظام الإيراني. وحتى الآن طبعا يجب الانتباه إلى أنه لم يتوفى قيادي كبير في النظام الإيراني، والوفيات فقط على مسؤولين سابقين أو على مستوى بعض أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام غير المؤثرين وغير المهمين. مثلا إيران ادعت بأنه علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي قد أصيب بفيروس كورونا، لكنه بعد أسبوع أعلنوا أنه تعافى. وسبب الإعلان عن هذه الحالات أيضا نقطة أخرى يجب ننتبه إليها، ألا وهي النظام الإيراني يريد يقول للشعب بأننا مثلكم أصبتم بفيروس كورونا ومتم، ونحن أيضا كمسؤولين أصبنا ومتنا من أثر هذا الفيروس. طيب أستاذ محمد، رئيس تحرير موقع عصر إيران جعفر محمدي في رسالة مفتوحة إلى روحاني طلبه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر وفرض إجراءات صارمة وفرض الحجر المنزلي أيضا لأن الوضع خطير جدا في إيران. إلى أي مدى نتحدث عن خطورة الوضع في إيران؟ يعني حسب ما أعلنته وكالة فاكس نيوز التابعة للحرس الثوري شبه الرسمية اليوم، يقدر عدد ناقلي الفيروس وليس فقط المصابين، لأن هناك من ينقل الفيروس ولم تظهر عنده أعراض كورونا، يقدر ب 470 ألف ناقل ومصاب في إيران، وهذا العدد هائل، نصف مليون مصاب وناقل للفيروس، ما ينذر بكارثة في إيران إن لم يتم فرض الحجر الصحي في إيران، كل أنحاء إيران وليس فقط جغرافيا محددة أو مدن محددة. أشكرك أستاذ محمد المدحجي المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.